ومعنا من القاهرة أستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية. أهلا بك معنا أستاذ أشرف في هذه النشرة. حقيقة أقف معك عند التقرير الأخير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين أوتشا، والذي يتحدث بأن هناك عقبات وتأخير متعمد حقيقة من قبل السلطات الإسرائيلية لإدخال وإنفاذ المساعدات وتحديدا الوقود لتشغيل المشافي، حتى أن التأخير يصل أحيانا لخمس ساعات متواصلة. أستاذ أشرف، كيف تراقبون كل هذه الأمور وكيف سيكون لها انعكاسات على الأرض في القطاع؟ صباح الخير أستاذة داليا، وصباح الخير السادة المشاهدين. بكل تأكيد ليس هذا هو الاتهام الأول من نوعه. الأمم المتحدة على مدار أكثر من 100 يوم حتى الآن توجه كثير من الانتقادات والاتهامات المباشرة بشكل صريح وعلني للجانب الإسرائيلي، أبرز ما فعله الأمين العام للمتحدة عندما أتى لمعبر رفح مرتين، الأولى في نوفمبر من العام الماضي والثانية كانت منذ عدة أسابيع في معبر رفح عندما زار القاهرة والتقى بالقيادة المصرية ووجه نداءات كثيرة وفضح الممارسات الإسرائيلية. الأمين العام للأمم المتحدة المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السيد جريف في الأيام والأسابيع الماضية أكثر من إطلالة وجه كثير من الانتقادات والاتهامات للجانب الإسرائيلي بأنه من يعرقل دخول المساعدات الإنسانية. لكن المستغرب أستاذ أشرف أنه في ظل هذا الضغط الدولي والشعبي حتى حقيقة تتمسك إسرائيل بتعمد تأخير المساعدات. بكل تأكيد هي محاولة إسرائيلية للتملص من المسؤولية التي حشر فيها المجتمع الدولي الإسرائيلي في الزاوية وفضح تلك الممارسات، بدليل أن كل المعابر كانت مغلقة. المعبر الوحيد الذي كان يعمل 24 ساعة ل 24 ساعة والمعبر رفح المصري، وأيضا حجم ممارسات مصر من ضغوط قصوى على الجانب الإسرائيلي والمجتمع الدولي لضرورة استمرار إنفاذ المساعدات والدخول إلى قطاع غزة، خاصة المجتمع الدولي أصبح على قناعة تلامس اليقين إن لم يكن يقينا كاملا أن تلك الممارسات الإسرائيلية أصبحت مكشوفة ومفضوحة، وأن إسرائيل تسعى لأن يكون هناك بالفعل حرب تجويع شاملة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والمجتمع الدولي والأمم المتحدة والجانب الأمريكي أيضا أكثر من إطلالة للجانب الرئيس الأمريكي وزير الخارجية والمسؤولين الأمريكيين ضغطوا على إسرائيل، لكنها كانت تتنصل من الالتزام بتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بتوفير المساعدات الإغاثية والإنسانية للجانب الفلسطيني، وما زالت هذه المراوحات الإسرائيلية مستمرة حتى هذه اللحظة في محاولة الإمكانيات أن يكون هناك حربين، حرب عسكرية وحرب إبادة كاملة وحرب تجويع شاملة باتجاه قطاع غزة. وأعتقد أن هذا الأمر بات معلوما للجميع والكافة في المجتمع الدولي. إسرائيل لا تريد أن يكون هناك بالفعل إمكانيات التوصل إلى دخول المساعدات من كل المعابر المفتوحة باتجاه خمسة أو ست معابر في الداخل الإسرائيلي. المعبر الوحيد بفضل الإرادة والقوة السياسية المصرية التي مارست كثير من الضغوط وصممت وتصميم بإرادة مصرية قوية وحية على دخول المساعدات كان عبر معبر رفح، وما زال حتى هذه اللحظة المعبر يعمل على مدار الساعة. نعم. ولولا الجهد المصري ولولا هذه المساعدات ولولا المنطقة المركزية اللوجستية الكبرى التي أنشأتها مصر في معبر رفح لدخول المساعدات الدولية والإغاثية ما كنا إلا وجدنا حالة موت جماعي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة الحرمان ونتيجة ما يعرف من الإغلاق الكامل في كافة المعابر التي ارتبط بإسرائيل بقطاع غزة في محاولة للتجويع الشامل وحرب الإبادة وحرب التجويع الكاملة للشعب الفلسطيني. وبالتالي إسرائيل أصبحت الآن مكشوفة ومحشورة في الزاوية، لأن المجتمع الدولي حتى أصدقاء إسرائيل في الغرب لديهم كثير من اللوم على الجانب الإسرائيلي وحكومة نتنياهو والمتطرفين الجدر في إسرائيل بأنها من تسعى لخلق مجاعة كبرى داخل قطاع غزة مستمرة على مدار 200 يوم حتى الآن.